كارينيو يا حبيبي، كارينيو اليوم انتهى عقده، أقيل انت أقيل أقيل ما قالوا انتهى، لا أقيل أقيل كارينيو إقالة يعني لم نجلس أقيل. يعني انا ازيدك من الشعر بيت، انا كلمت الاستاذ احمد العقيل لانه كارينيو في له قضيه هو مساعدينه قضايا معنا من فتره السابقه 2014 واحنا بادين في حلها، فقلت لاحمد العقيل ابغى ارسل محامي النادي، هالكلام قبل لا يقال باسبوع او 10 ايام على اساس ما يفسر الكلام انه احنا تواصلنا مع كارينيو لحل القضايا بان نفاوضه. فكلمت رئيس النادي قلت له يا ابو عبد العزيز عندنا قضايا مع كارينيو ومساعديه، ابغى محامي النادي يجلس مع كارينيو بس لو سمحت ودي يجلسون عندك بالمكتب وانت موجود، لا يفسر الموضوع او يؤول بغير كذا، ولو تبيني اجيك جيتك وجلست، ابو نجلس بمكتبي جلسنا، المهم يكون بوجودك، انا عارف انك انت ثق وصديق وعزيز ولكن لا يؤول الكلام. بعدها بفتره اقيل، فلما اقيل اصبح متاح لي ولغيري، لا يعني هل انتظر انا اني اروح يوقع مع نادي اخر علشان اقول اني انا ما وقعت معه، لا كارينيو مطلب وكان من ضمن القائمه وكان متاح حاليا، يعني انه ما ندور على مدربين، فبالتالي على طول لم نتردد. بعدها بكم يوم اجتمعنا معه وفاوضنا والتقيت معه انا في دبي وانهينا الامور، يعني بعدين تم التوقيع بمنزل القضايا السابقه طبعا.